السيد سعود السويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، ألف مبروك. موسم طويل، موسم شاق، موسم يعتبر الأفضل والأقوى فنيا من سنوات طويلة، ألف مبروك، تستحقون هذا اللقب. الله يبارك فيك. أنا أبارك الجمهور النصراوي كافة، وبارك اللاعبين اللي صدق تعبوا، وأبارك أعضاء مجلس الإدارة. لولاهم أنا ما قدرت أسوي شيء. تعرف أنت عملنا في نادي النصر عمل مؤسساتي، الجميع يعمل، والحمد لله تعبنا وصبرنا واجتهدنا ونلنا، الحمد لله. الحمد لله. يعني أكثر المتفائلين النصراويين ما كانوا يتوقعون أن الدوري سيذهب إلى النصر بعد الفارق الكبير مع الهلال أبو فهد. أنا أتوقع لو في عدالة تحكيمية وأرضية زي الناس، أتوقع كنا ننافس التعاون على اللقب، ما أتوقع بيدخل فيها أي نادي غير التعاون. هذا رأيي. ذكرت أبو فهد أنه النصر الأقل دعما بالنسبة للهيئة في هذا الموسم، شلون تعاملتوا مع هذه الظروف، مع هذه الأجواء؟ والله شوف، احنا قاعدين الحين موعدين ان يعوضونا على الموسم الجاي، وانا كلي امل في الامير عبد العزيز بن تركي، لكن الحمد لله اشتغلنا وبالميزانيه اللي كانت موجوده الحمد لله. شوف، اتوقع ان نجوم نادي النصر السعوديين والاجانب هم الافضل، يمكن نحتاج شويه تعزيز على الموسم الجاي، لكن نشوف الاجانب فارقين عن كل الفرق الثانيه. جميل. بالنسبه لاحمد موسى، عنده عرض من الصين؟ اكثر اللاعبين عندهم عروض، لكن نادي النصر نادي كبير، يبقي اللي بيه ومشي اللي بيه. سريعا، الاداره مستمره للموسم القادم؟ في اجتماع ان شاء الله قادم الايام مع الامير عبد العزيز بن تركي، وبيبان فيها امور كثيره ان شاء الله. جميل. ونبلغ الجماهير النصراويه. اخيرا، واتمنى ان الاجابه تكون شوي موسعه ابو فهد، ادري اني طولت عليك، ذكرت ان الاتحاد السعودي مسيطر عليه لوبي ازرق في فتره ماضيه، والان احنا على مشارف انتخابات ان صح التعبير، او ستكون هناك تزكيه، ماذا تتوقع لي المشهد الرياضي في الاربع سنوات القادمه؟ اتوقع شوف وجيه المنظمين اللي حولك، بتعرف ان لوبي الهلال مسيطره حتى على الملعب. شكرا. شكرا جزيلا.